لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. المنبر العلي، المنبر العلي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذا المقطع من الآية الكريمة موضع أخذ ورد بين معظم مفسر المسلمين. يعني شنو خلق لكم من أنفسكم بأي معنى؟ قسم يذهب يقول خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم، يعني أن الإنسان ما يمكن أن تتم له السعادة ما لم يكون التناغم بينه وبين امرأة من جنسه، من النوع الذي ينتمي إليه. يعني لو قدر أن تكون المرأة من نوع آخر أو من جنس آخر ما تحصل السعادة. كانوا أصل تركيب الطباع، تركيب النفوس على هذا اللون من التناغم. هذا المعنى إيش نطرد به؟ يمكن أن نطرد به دعوة أن يتزوج الإنسان مثلا من الجن، هذه الدعوة اللي يذهب إليها كثير حتى من المعاصرين، يذهبون إلى أن الإنسان ممكن أن يتزوج من الجن، وعندهم أدلة ظاهرة يتمسكون ببعض الأدلة الغير ناهضة، ما تعتبر ناهضة. أكو كثير عندهم من أدلتهم يقولون هاي الدول على أن الإنسان يمكن أن يتزوج من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، وشاركهم بالأموال والأولاد. زين، يقولون المشاركة في هذا المورد هي عبارة عن زواج الجني بالإنسان، بالمرأة الإنسانية اللي هي من الإنسان، من نوع الإنسان، أو بالعكس. أو أكو آيات أخرى، افرض لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وأمثال هذا. الواقع كلها هاي ما تنهض دليل، لأنها غير تامة الدلالة على هذا المعنى. والله عز وجل ما يمكن أن يخلي الإنسان يتزاوج مع جنس من غير جنسه، لأنه المفروض جان خلق من مارج من نار، والإنسان خلق من طين، وهي هي أساس المشكلة العنصرية اللي يقولون دفعت إبليس إلى الامتناع عن السجود لآدم. ليش؟ لأنه افترض أنه هو من دنيا القوى، افترض بأنه من دنيا القوى، وأن آدم من دنيا المادة، يعني من دنيا تراب والطين، والقوى أشرف في نظره. وهذا المعنى اللي تناول بشار ابن برد إبليس خير من أبيكم آدم فتنبهوا يا معشر الفجار، إبليس جوهرة وآدم طينة والطين لا يشمو سمو النار. الناحية هذه
يعني شنخية ما موجودة ما موحدة بين الاثنين حتى يمكن أن يتم التماجد. وبعدين ما أكو فقر لهذا الجانب حتى يتزوج من الجانب، وإن كان البعض ادعى الفقر في أصل الخلقة والمنشأ، يعني بتعبير آخر قضية أبناء آدم اللي إلى الآن تفتل أي القضية إلى الآن، ها؟ أن أولاد آدم من أين تزوجوا؟ لأن الآية تقول وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، منهما يعني من آدم وحواء، يعني ما شاركهم شخص آخر بوجود هذا النسل، بوجود البشر اللي موجودين على الكرة الأرضية. إذن ذولا طلعوا من آدم وحواء، لما طلعوا من آدم وحواء من أي طريق يطلعون؟ ماكو غير أن يتزوج الأخ أخته. وهذا الرأي يعني البعض عند كل المذاهب الإسلامية، يعني ما تقتصر على مذهب دون مذهب، عندنا هو أحد الوجوه التي فسر بها الآية الطبرشي في المجمع، وأحد الوجوه التي فسر بها الآية الشيخ الطوسي أيضا في التبيان، وأحد الوجوه التي فسرت بها الآية من قبل صاحب الميزان، وأحد الوجوه التي فسرت بها الآية من قبل التفاسير المحدثة، بالإضافة إلى تفاسير المذاهب الإسلامية الأخرى، كلها تذهب إلى أن يقولون جائز أن يكون آنذاك الله عز وجل ما كان محرم زواج المحارم، وكانت ضرورة تقتضي، وكان ممكن وبعد ذلك نسخ. أسماء الواقع أن الأدلة الأخرى أو بتعبير آخر الوجه الآخر هو الأليق والألصق بالفطرة، لأن الإسلام دين الفطرة، ومو من الفطرة الزواج من المحارم، بالواقع تأباه الفطرة. قد يدعي البعض أن هذه الفطرة نشأت متأخرا، يعني أن هذا اللون من المزاج نشأ متأخر ما كان سابقا موجود، بس ما إلى حاجة، لأن أكو روايات عن الإمام الباقر سلام الله عليه وعن الإمام الصادق بأن الله خلق حواء من فضل طين آدم، جن، وممكن أيضا لا طين قليل، ولا الله عز وجل ما يعرف يخلق، يمكن يخلق لهم مثل ما خلق آدم من تراب ممكن يخلق له زوجة. هم يستندون إلى أصل النزاع، يقولون الشيء السبب اللي خلى قابيل يقتل هابيل أن كل واحد من عدهم الله أوحى إلى آدم أن زوج توأمة هذا من هذا وتوأمة هذا من هذا، ويقول التوأمة اللي كانت مع قابيل كانت أجمل من التوأمة اللي كانت مع هابيل، ونجد ذلك حسد وتنازعوا وأدى الأمر إلى قتله. الحقيقة هذا يعني مع وجود المندوحة لو انحصر الأمر بهذا ممكن نقول هذا الرأي مقبول، لكن المندوحة موجودة ما نحتاج إلى هذا، وإحنا نعرف أن العلة هنا علة غير مفارقة، يعني علة المنع من الزواج زواج المحارم علة مضطردة من الإنسان الأول إلى يومنا هذا، وما حكم ما عندنا مجال لأن نتخلص من هالظاهرة أو من هذا المعنى. فإذا لا حاجة لأن يقال بأن آدم زوج، مع العلم ترى القول مثل ما ذكرت لك موجود، وبروايات أيضا عدا أقوال المفسرين، المفسرين استندوا إلى روايات واستندوا إلى ظاهر الآية. طيب، فالبعض يحمل هذا المقطع من الآية الكريمة على هذا المعنى، خلق لكم من أنفسكم، يعني يطرد به دعوة أن يتزوج الإنسان من غير جنسه من الجن مثلا، بل لابد أن يتزوج من الشنخية التي ينتمي إليها. طيب، هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، هنا جعل مركب مو جعل بسيط، جعل يعني صيّر، من بعد الجعل من بعد ما خلقه من طين صيره بالجعل المركب منسجما، يعني أن الله عز وجل خلق الانسجام بين الزوجين، خلق لكم من أنفسكم يعني جعل لكم زوجة تنسجم معكم. الواقع هذا المعنى
ما نقدر نطمئن إليه، لأن الواقع اللي نعيش به خالفة تماما يناقضه، لأنه لو كان المرأة مشتقة من روح الإنسان أو مشتقة أفرض من مزاجه بحيث ما أكو تباعد ما بيناتهم بالطباع والانسجام كامل، شعلي من هالصياح المقبر من الصبح لليل، صياح تلقى البيوت على طول بها نجاع وبها صراع وبها طلاق وبها وبها. إذا بهالمعنى ما ممكن، يعني بهالصورة صورة الانسجام، وأن خلق لكم يعني صير لكم من أزواجكم ما تنسجمون معه نفسيا، هالمعنى بهاللون الواقع خلفه ما موجود. هذا رأي ثاني. الرأي الآخر، لا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها خلق لكم من نوعكم، يعني ما أكو إلا الرأي الأول. الآن الرواية اللي تقول أن الله عز وجل خلق حواء من طينة آدم، تقابلها شنو؟ قابلها الرواية المعروفة بأن آدم نام، ولما نام استلب الله ضلعا من أضلاعه وخلق منه حواء، ورتبوا عليها هالأثر على أن المرأة هاي اللي تكون عند الإنسان خلقت من ضلع أعوج، فإن أردت تقويمها كسرتها، وإن انتفعت بها على عوجها يمكن أن تنتفع بها. أيضا هاي الرواية ما تخلو من البصمات الإسرائيلية موجودة، لأنه المروية عن طرق أغلبها طرق إسرائيلية. زين، إذا شنو الحاجة مثلا الله عز وجل يترك آدم إلى أن ينام مثلا ويأخذ ضلع من أضلاع؟ ما تجد فد وجه يعني يبرر به اللون من العمل، يعني لون من التعشف والابتعاد عن التفسير اللي ينسجم مع الفطرة. مثل ما خلق آدم من تراب خلق حواء أيضا من التراب، ابتدأ فخلق، إنما سميت حواء لأنها أخذت من ضلع حي. لا، هذا مجرد كونها اسمها حواء لازم تكون من ضلع حي؟ ما كنت شي لازم، شي لازم ما موجود هذا أبدا. فدخل نرجع إلى الآية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. الزواج طبعا فطرة، الزواج فطرة الإنسان، الله عز وجل عندما أودع به الغريزة ما أودع عنده غريزة عبث أبدا، وإنما كل غريزة تؤدي رسالة أو تؤدي وظيفة في الحياة، كل غريزة عند الإنسان لها تأدية لوظيفة. هذه الغريزة، الغريزة الجنسية وظيفتها شنو؟ وظيفتها امتداد النوع، وامتداد النوع ما يتم إلا عن طريق التزاوج، وهذا أحد أدلة الذاهبين إلى عدم جواز إتيان المرأة من الطريق غير الطبيعي، لأن الهدف من الزواج استمرار النسل، والإتيان للمرأة من الطريق غير الطبيعي ما يحقق هذا الهدف، وهو في نفس الوقت وسيلة مردولة. لأن أنا أتصور أستبعد جدا أن يكون شيء مباح ويعبر عنا الإمام يقول له شفلت شفل الله بك، أو يعبر عنا لا يأتيه إلا الأراذل. نعم، هذا اللون ما ممكن شيء الله عز وجل يبيحه ويعبر عنا الإمام، يعبر عن من يمارسه بأنه رذيل، ممكن مع أن الرواية معتبرة. زين، فأعود للموضوع، إذا خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قلنا أن الزواج من أهدافه استمرار النوع، ما ممكن يعني الدنيا تستمر بدون أن تتم هالعلاقة بين الزوجين، وعن طريقها يتوالد الأبناء ويستمر النوع بالامتداد. جد شعبر عنا بالآية الكريمة، قال لتسكنوا إليها. السكن هنا بالنسبة إلى الزوجة، في واقع الأمر أن الله عز وجل عندما جعل هذه العلاقة قائمة بين الرجل والمرأة أراد من ورائها على ما ركب عليه طباع الإنسان،
أراد من ورائها أن يشكن الإنسان نفسيا علما إلى قرينته إلى شريكة حياته. شلون السكن النفسي؟ كيف يتم؟ يعني تعرف هاي أسرة، والأسرة خلية في بناء المجتمع، والخلية إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. هذه الخلية إذا ما تقوم على المودة والانسجام والحب، المجتمع يتمزق تمزق مروع. يعني الآن مئات الأبحاث ومئات النظريات تنصب علينا على البيت اللي يعبروا عنه البيت المحطوم، البيت المحطم. البيت المحطوم منين يجي؟ يجي من عدم الانسجام بين الزوج والزوجة. إذا ما صار انسجام وين راح ينعكس؟ ينعكس على الابن وعلى البنت. الابن والبنت أول ما يفتح عينه على الحياة ويتعرف على الناس، يتعرف عليهم عن من؟ عن طريق النموذج الممثل. النموذج الممثل الأم والأب، هم دول اللي يمثلوا المجتمع. هذا إذا فك عينه وشاف دول عراكهم وصياحهم مرتفع، يكفر بالإنسانية كلها، يتمزق، يطلع ينشد الرحمة والعطف إلى الخارج، لأن يحب أباه ويحب أمه. وإذا مال إلى أمه معناه تخلى عن أبيه، والعكس بالعكس. فهو يشوفهم دول ممزقين، تتمزق نفسيته، يطلع لوين؟ لي برا للشارع، يهرب، ينشد الحب والحنان عند حاجة في أصل فطرته. مثل ما معدته تريد طعام، نفسه تريد رحمة، تريد ألفة. إذا شاف أكو تمزق يهرب، إذا طلع للشارع، الشارع منو بي؟ ها؟ لك فوق أهل المخدرات، لك فوق أهل الرذيلة، لك فوق النمط المنحل، خلاص دمره وانتهى. ولذلك المصيبة، مصيبة التشرد الأطفال، مسؤول عنها بالدرجة الأولى الأبوان. طيب، ولذلك تنبه للنقطة، ما قال جعل بينكم حب، لا، لأن الحب غريزة، والغريزة تتلاشى مع الأيام. الحب غريزة، وتشوف واحد لما الرجل قد يحب لامرأة والمرأة قد تحب رجل، أيام ثم تنطفئ الجدوى. إذا انطفأت الجدوى خلاص عادت العلاقة باردة، وقد تكون ترجع علاقة مشوشة. لكن المودة لا، المودة والرحمة، يعني الانسجام والتعامل على أساس من الكرامة، والتعامل على أساس من التقدير. يعني الزوج يرى أن الزوجة عمد من أعمدة البيت، والزوجة ترى أن الزوج ظلال للبيت. يقوم هالتناغم، هالمودة، هالتقدير. لا، مو يرى أن المرأة غريزة، متى ما اشتد عليه الدافع الغريزي أتى إلى المرأة وانتهى كل شيء. لا لا، مو هالشكل. المرأة من بني آدم، شطر بني آدم، والله كرم الآدمي. أما إذا اعتبرتها مجرد أداة لقضاء اللذة، هبطت بمستوى التكريم الذي أراده الله عز وجل لها. مثل ما أراد لك التكريم، أراد لها التكريم. إذن هاللون من التعامل اللي موجود عندنا في محيطنا أو في محيطات أخرى، مو بس في محيط العرب ترى، لا لا، فرض العرب إذا احتقر المرأة، وسيأتينا أن حتى بالميراث الآن، يعني ذول أول أمر عندما نزل قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كان الميراث قائم على أي أساس؟ كان الميراث يقوم يبطون الرجل الكبير المقاتل، الذرية الصغار ما يبطوهم والمرأة ما يبطوها، لأن اثنينهم يعتبروهم ضعفاء، ما يعتبروهم مؤهلين حتى لأخذ الميراث. بينما الإسلام يريد آدمية الآدمي تبقى محفوظة في كل أدوار حياته، سواء كان طفلا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. فإذا المودة والرحمة غير الحب. الحب أيام قلائل، إذا راح الحب، يعني هذا إذا أصبح الرجل مثلا انتهى دور الغريزة وأصبح غير، يعني غير مطلوب للمرأة، أو العكس بالعكس، يعني يكون يدب المرأة بالشارع أو هي تدب بالشارع، لا، المودة والرحمة رباط. وهذا الرباط شنو مؤداه؟
مؤداها ان اتنيننا نحمل مسؤولية بناء البيت، اتنيننا نحمل مسؤولية بناء الخلية التي يتكون منها المجتمع. اذا لابد من وجود المودة والرحمة بين الزوج والزوجة، وحتى اذا كرهها، نبه، حتى اذا كرهها لا يظلمها. اذا عند دين، دين يعني متمسك بقواعد الاسلام، هذا معنى دين. دين شنو؟ دين يعني أن مطبق لما أمر به، أمرت به الشريعة. وإذا كره المرأة لا يظلمها، لأن هاي الوعاء اللي حملت لك طفلك، هذه الوعاء اللي حملتك يوم من الأيام أن نعم، هاي الوعاء اللي أغدقت عليك أعطتها ما لم يأخذ منه أبوه، أبوها مثله أعطت لزوجها. إذن هذا العطاء ينبغي أن يقدر، أن يراعى. ولذلك يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لا تقوم العلاقة بينك وبينها على أساس مادي أبدا، لا غريزة ولا غير الغريزة. يعني إحنا نعرف أن الرومان واليونان كانوا يبيعون بناتهم بيع، نعم بيع، يعني مجموعة من البقر أو مجموعة من الأغنام، وخلص الزوج ملك المرأة. وعندنا عند العرب أيضا هاي الظاهرة كانت موجودة، يعبروا عنها النافجة، تملك البنت ملك، كان يملكها الرجل، يأخذها يملكها. وإلى الآن أكو بقايا رواسب عندنا من الموارث الاجتماعية يعبرون عن المهر حق، نبه، هاي حقها يعني ثمنها، مثل ما تقول هاي حقها شكدر السلعة. لا، المرأة مو 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 سلعة، ولا الرجل سلعة، كلاهما طرف في هذه المعادلة لخلق الأسرة الصالحة، لبناء الأسرة الكريمة. زين، ومن هنا المهر ما اعتبر في نظر الإسلام، أنا أستغرب عند بعض الفقهاء أن يعتبر ثمن للبضع، لا، مش للعطية، هبة مهمتها تلطيف الأجواء، تقريب القلوب، وإلا اللذة متبادلة بين الزوجين، ما يقال ثمن للوضع. مثل ما الرجل يلتذ المرأة تلتذ، اللذة متبادلة بين الزوجين. المهر ليس إلا وسيلة يستعان بها على الحياة، ولهذا الإسلام ما أعطى أهمية، ما اعتبر ركن بالعقد بالمرة، وعبر عن ما يتمول حتى كف من الحنطة، قال له التمس ولو خاتما من حديد. إذا واحد ما عنده قال له خاتم من حديد ممكن أن يكون مهر. هسه دخلت إن إحنا قضايا في تاريخنا هاي حسبت على الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء. يعني قد يقول لي واحد فضل هذا تاريخكم، مثلا الرشيد تزوج زبيدة بنت أبي جعفر المنصور، شاقلها مهر وأثاث بس من بيت المال، غير اللي من بيته، 50 مليون درهم من بيت المال، 50 مليون درهم من بيت المال، عدا ما شاقه من بيته. اجا ابن المأمون دخل الى الغرفة اللي دخل بها على بوران بنت الحسن ابن سهل، لقاها منشوجة، حصير من الذهب بكامل الغرفة، واللؤلؤ ينثر عليه يتشاقط، وهو في وسط هذا الجو يدخل على زوجته. طيب لاحظ مثلا من العباسيين، افرض احدهم تزوج قطر الندى وهو المعتضد، المعتضد تزوج قطر الندى بنت خمارويه بنت احمد ابن طولون، شنو كان الاثاث شقد اللي يشيق اليها؟ غير المهر، ما العلاقه، الاثاث، الاثاث اللي نعبر عنه الجهاز، 1,000,000 دينار، كان 1,000,000 دينار، المؤرخين ينصون عليه 1,000 دينار. طيب 1,000,000 قد يكون 1,000,000 دينار تمر على سمعك الآن بسيطة، يعني يقول لي قد واحد من المعاصرين أنطى مهر 1,000,000 دينار، هذا تكشف عصر النفط. أنا أحكي لك في عصر كان الدينار يألف 10 دراهم، والدرهم 6 دوانق، والدانق يشغلون بعامل، يعني القوة الشرائية للدينار أجر 60 عامل، نبه، تكشف على الحساب 1,000,000، ها، أجر 60 عامل، أضرب 1,000,000 في 60 يعني تشغيل 60 مليون عامل، نبه، بهذا المبلغ
يودي عبارة عن مجموعة من الأثاث شيقة إلى بيت قطر الندى، وإجا الألعن من هذا. هاي مأمول بنت ملك شاه الشلجوقي طلعوها من إصفهان، جاء بها إلى المقتدي عدا المهر، حمل الجهاز على 130 جمل ومئة وسبعين بغل. ولو تشوف الصورة اللي يرسموها المؤرخين للجهاز، كل من الديباج المحلى بالذهب والمزركش والأحجار الكريمة، ومعها 3000 فارس، نعم، وقدامها أجواق من الموسيقى ترقل أمامها، وجابوها من ذا إلى أن أوصلوها إلى بغداد. نبه، هذا اللون من البذخ، هذا اللون من الأعمال التي لا يقرها الذوق فضلا عن الدين أو فضلا عن الفكر، هذا اللون هذا دخل علينا بالإسلام، مو من الإسلام في شيء أبدا. أنت ستتحسب لي أن هذا خليفة، ومن سوى خليفة؟ شوف، المهم هذا في واقع الأمر الإسلام ما عار اهتمام، وسيأتينا إن شاء الله، الإسلام ما عار اهتمام لهذا المعنى أبدا، لأنه المهر ما يحقق سعادة. وحقق قد تلقى بعض البيوت اللي أركانها أو أعمدتها من الذهب أو من الفضة أو من أفخر ما يتصور من المواد، تلقاها خاوية خالية، ما بيها شيء من السعادة ولا بيها شيء من السرور. وقد تدخل لك إلى كوخ عادي من الأكواخ العادية، تشوفها مملوء بالسعادة، يغرق بالسعادة. المسألة ما لها علاقة مهر، ما يزود ولا ينقص المهر في هذا المورد أبدا. هسا ما يريد الإسلام من عندنا بدلا أن المرأة تبقى مطروحة على الأرض ما عندها فراش تضطجع عليه، لا، مو الشكل. أكو أشياء اسمها أشياء معتدلة ومعقولة، قطعا هذا المعنى راعاه الدين بلا شك، أن المهر يراد به الاستعانة على تهيئة البيت للسكنة، هذا الهدف من المهر، استعانة على توفير أسباب الراحة للزوجين. وإلا هل أن المهر يحقق سعادة؟ لا، ما يحقق سعادة. وهذا المهر أفرض وبعض العقبات الأخرى اللي وضعت في طريق الزواج، الواقع هي اللي تطرد السعادة. يعني أفرض مثل مسألة الكفاءة، مسألة الكفاءة جاي تلعب دور، لعبت بتاريخنا دور، والآن تلعب دور عجيب، يعني لعبت بتاريخنا أدوار والآن تلعب دور. يعني خل أروي لك حادثة. خطب سلمان المحمدي رضوان الله عليه، خطب بنت عمر بن الخطاب، زين، لما خطبها قال له زين أنا أفكر بالأمر، اتصل الخبر وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هو يتأثر أن هذا سلمان أولا فارسي وثانيا مولى هذا، وذولا يعتبرون عندهم لون من العصبية، ما يعتبروا هذا كفو، فشلون يتخلص منها؟ وخاف أبوه مثلا يسويها، فإجا يركض وين؟ إلى عمرو بن العاص، إلى تعال شوف مشكلة، خلصني من هالمشكلة شنو؟ قال له سهل علي. فعلا خرج وجد سلمان يتمشى، قال له هنيئا لك يا أبا عبد الله، إن أمير المؤمنين قد تواضع لله بالزواج منك. قال له كيف؟ قال له تواضع لله. قال له تواضع؟ والله لا أتزوج منه. تواضع شنو من؟ قال لك أنا هو أحسن من عندي أنا؟ لا، مجشي أنا قد أكون من حضارة أحسن من حضارته، وأنا أقدم منه بالإسلام، والله لا أتزوج منه أبدا. ترك الزواج ترك، وبها الطريقة حقق هدفه. إجا العبد قال له دبرت الكيف؟ نعم. والظهر هذا كانوا يرجعون إلى في كثير من الأشياء، ورجع له معاوية يوم صفين على قضية في القتال لما أوشك أن يهرب، مؤرخين يقولون وضع رجلهم بالركاب، معاوية استعد للهرب في حملة من حملات أمير المؤمنين، ويريد يهرب إلى أن جاء واحد أخذ بالزمام، قال له إلى إيه؟ إلى إيه؟ تمو هاي الناس كلها جاية من أجلك، أنت راح تعوفها إلما تتركها. فأنشأ يقول اتذكرت أبيات ابن اليطنابة، أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيعي،
وإقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. ألو عنانه رجع، رجع قال للراي العبد الله عمرو بن العاص، الراي شنو؟ قال للراي وسيطة، تشيل مر من كان معه بالجيش مصحف عند قرآن، خلي شيل اسمحهم كتاب الله بيننا وبينكم. ومصيبة هاي القاعدة لما تكون جاهلة، وهي ترى القاعدة اللي كانت في الإمام أمير المؤمنين مو كلها جاهلة، قسم جاهل وقسم منافق، لا ويعرف أن هذا ما يتقيد بقرآن، لكن الذي يتهرب ما يريد يروح للقتال شاف حجة هاي لجب كتاب الله، هذا أنا بعد أنا أقدر أقاتل هذا؟ ما يمكن، هذا شال كتاب الله، كأن علي بن أبي طالب مو كتاب الله الناطق، مو كأنه ما وعوا أنتم معاصرين لرسول الله، وبالأمس رسول الله يصيح القرآن مع علي وعلي مع القرآن، يعني هذا كان بعيد عن مسامعه، مو عارفين. بعدين أنتم مو عارفين معاوية، مو عارفين معاوية من أول هسه تصرت نبهت إلى أن كتاب الله يجب اتباعه، يعني لون من ألوان التهرب، لون من ألوان التبرير. على العموم في هذا مسألة الكفاءة، سقد يقول لي واحد صارت عندكم أنتم بتأريخكم مثلها، شنو هي؟ يعني الأشعث ابن قيس، الأشعث رئيس قبيلة مو الشكل، والأشعث من وراء كندة، يعني مو شخص عادي. الأشعث دخل على علي بن أبي طالب سلام الله عليه يخطب منه ابنته زينب، قال الإمام أغرك ابن أبي قحافة حين زوجك أخته؟ أعزب لست بكف؟ قال أنت زوجت من هو أقل مني؟ قال تلك لم تكن من الفواطم ولا من العواتك. يعني شنو كان موقف الإمام أمير المؤمنين في رفض الأشعث؟ يعني مسألة تتعلق بالكفاءة؟ لا، علي بن طالب أول مجسد لأهداف القرآن، ما من شك يعرف أن المسلم كفو المسلم، لكن إذا كان مسلم مو الأشعث، الأشعث يعرف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الأشعث كل غدرة كل نفاق، وحتى ظاهر إسلامه مو محفوظ، لو كان ظاهر إسلامه محفوظ يمكن يرد الإشكال، كانت تنبئ عكو عند إمارات تنبئ عن أنه يهزأ بالعقيدة ويهزأ بالإسلام، وتترتب على زواج مفاسد كثيرة. الإمام احتج احتجاج قال لها اللي تزوجناه احنا ما أخذ من الفواطم ولا من العواتق، وأنت تريد تأخذ واحدة من الفواطم، ممكن أنه هاي من مفاخر هذا البيت، مو واحد يمدح الإمام يقول له يا دار مختلف الرسالة، بيت منتجع الملائك، يا ابن الترائك والأرائك والفواطم والعواتك، أنا حائك إن لم أكن مولى ولائك وابن حائك. نعم، إذن المقصود شنو؟ المقصود أن هذا مخش أدمي هو، وإلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يعرف أن رسول الله زوج جليبيب من أعظم أسر الأنصار، واحد شخص عادي وشكله دميم وقصير، وأمر بيتا من بيوت الأنصار أن يزوجوه، ودى وراء الأبوين، الأبوين امتنعوا، البنت سمعت، لما سمعت قالت والله لا أمتنع عما اختاره الله لي واختاره رسوله، أنا رضي زوجوه. نعم، فالنبي خطأ هذه الخطوات، والنبي زوج جماعة موالي، نعم الطهم بنت عبد المطلب، خطأ خطوات هائلة في هذا المورد. الإمام أمير المؤمنين مجسد القرآن، هو القرآن الذي يمشي على الأرض، في الواقع مو يعني مسألة الكفاءة بين المسلم والمسلم مو مراعيها الإمام، مراعيها، لكن هذا الرجل يترتب على الزواج من عنده مفاسد كثيرة. تدري أن يزيد بن عبد الملك اتقدم عبد الرحمن بن الضحاك، كان والي من موالي الأمويين، تقدم لخطبة فاطمة بنت الحسين، طبعا رفضه ما أعطوه، هو كان والي ويدل بنفوذه، تصل الخبر بيزيد ابن عبد الملك،
عزله من الولاية وقال خلدوه بالسجن، هذا يجرأ يتقدم إلى هذا البيت الكبير؟ ومن هو في وضاعته وما عنده؟ أنا أعرف شكو عنده، هذا الذي يلوث هذا البيت. يعني أكو لفتات من هالنوع في الواقع أنت تلتمس لها تفسير وراء موضوع الكفاءة. تفسير شنو؟ أن هذا نمط منحط غير مشرف. أما إذا كان مؤمن حتى ولو كان من بيت متواضع، مسألة الكفاءة إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، نعم هذا المعنى كان متركش في نفوس كل المسلمين. لكن أكو امتناع، امتناع أمير المؤمنين عن تزويج الأشعث، لأن الأشعث بيت بيت ما يمكن الدنو إليه، ما يمكن التقرب إليه. أعود للموضوع. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن المودة والرحمة غير الحب، ها؟ مودة تقوم على العقل والحب يقوم على الغريزة. أكو فرق بين التقييم عقليا وبين الغريزة. ولذلك أنت تلقى جملة من الزيجات لبعض العظماء كانت تقوم على أساس من المودة، ما تقوم على أساس من الحب. يعني يجي رجل كبير مثلا مو أنيق في ملبسه، لكن يملأ العين بمعنى، يملأ العين بأبعاد الاجتماعية، كانوا يزوجوه خيرة بناتهم، لأن الأمر يقوم على تقييم، على مودة، ما يقوم على حب. إذا قام على غريزة ينتهي بانتهاء الغريزة. ولهذا المودة هي الباقية، هي الخالدة. وكل الاعتبارات اللي تقف في طريق الانسجام رفضها الإسلام، رفضها رفضا باتا. واعتنى بإيش؟ اعتنى باللباب، الشكليات هذه، أن هذا ينتمي إلى عرق معين، هذا ما ينتمي إلى عرق معين، هذا عنده أموال، لا الأموال تحقق سعادة ولا العرقية تحقق سعادة. الفكر فقط، الفكر، العلاقة اللي تقوم على الفكر، على التقييم، على التقدير، هاي هي العلاقة الخالدة. زين، انطلاقا من هذا خلينا نجي نشوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما بلغت فاطمة صلوات الله عليها مبالغ النساء تصدوا، منه تتصور من الصحابة ما يريد أن يتزوج فاطمة؟ لأن هنا هذا الزواج أولا يجمع أهداف سياسية، أهداف اجتماعية، أهداف أخلاقية، بحيث كانوا بعض الصحابة يتمنون. أنا أتخطر لما طب سعد ابن أبي وقاص أبو عمر بن سعد بالمدينة دخل على معاوية، معاوية جاي للحج ودخل عليه سعد ابن أبي وقاص، لما دخل قال له هل لا تتقدم فتشتم أبا تراب كما شتم هؤلاء؟ ها؟ هذول اللي شتموا من الخطباء قبلك فتحوا لك الطريق، أنت قوم اشتم كما شتموا. قال له تريد مني أن أشتم علي ابن أبي طالب؟ قال بلى. قال له والله لو كانت لي واحدة مما كان لعلي ابن أبي طالب لكان ذلك أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لو كان رسول الله أعطاني اللواء يوم خيبر لكان ذلك لي أحب مما طلعت عليه الشمس. لو قال لي رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى لكان ذلك أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لو زوجني رسول الله فاطمة وخرج منها الحسن والحسين لكان ذلك أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال لي إذا كان كذلك فلماذا لم تبايعه؟ ليش ما بايعته؟ ليش؟ لماذا لم تبايع؟ قال لي لا، هذا أمر أنت ما تعرفه، دعه إلي. ودار الحديث إلى أن وصل إلى لون من المراشقة، ما حب أذكره. فالمسألة شي يقول له؟ يقول له أنا هذا المبخر لو حاصل إلي لكانت أحب إلي من الدنيا،
كوني أتزوج فاطمة، فكانوا يتوقون الوجوه دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله، أثرياء قريش، كبار الصحابة، ياهو لطب يخطب فاطمة، يلتفت للنبي يقول أن أمرها ليس بيدي، أنا ما أستطيع أتصرف به، صحيح أنا أبوها، أنا وليها، ولكن هذه بالذات النشمة أنا أنتظر بها أمر السماء. ألحوا عليه كثيرا إلى أن جماعة بعد بطلوا يعني يأشوا، شافوا النبي اليوم من الأيام انفعل، قالهم من خطب منكم إلي فاطمة شكوته إلى الله. لحد من عندكم بعد يفاتحني بهذا الموضوع يوميا تجايين؟ فامتنعوا. لما امتنعوا مرت فترة على هذا الأمر، اجوا جماعة من الصحابة طبوا على الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهو في بستان الله يتركل على مشحات الله ويقرأ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، سلموا عليه قالوا لما يمنعك من ذكر فاطمة ليش ما تجي تخطب فاطمة؟ قالهم أنا أعرف أن الزواج يحتاج إلى شيء من التكاليف، وحاليا ما عندي شيء من الأموال، كل أموالي اللي دخلت علي وزعتها، فعلا كان يعني ما يبيت عنده الدرهم، إذا حمل يتصدق به يرجع إلى بيته ولا يحمل شيئا. فقالوا لأن الدنيا لا تساوي عند الله ورسوله جناح بعوضة، قالوا أنا أعرف هذا بس أكو تكاليف بسيطة لابد منها، قالوا لا خلي عنك هذا، هل هو معنا؟ فأقبل دخل على أن غسل يديه وألقى رداءه على ظهره ودخل على النبي صلى الله عليه وآله، يقول راح جبيني يتصبب عرقا وأخذت أتعطر في خطائي وجلست بين يديه وأنا مضرب. قال له رسول الله ما بك يا ابن أبي طالب؟ ارفع رأسك من أجل أي شيء جئت؟ تفتل قال له يا رسول الله الحياء يمنعني. قال لعلك جئتني خاطبا فاطمة. قلت إي والله جئت خاطبا فاطمة. قال الله أكبر، آنفا كان عندي جبرائيل وأمرني أن أزوج النور من النور، قلت من ممن؟ قال علي من فاطمة. قال لي اذهب فقد زوجتك ابنتي فاطمة. ثم سأله ما عندك؟ قال الله ورسوله بحالي أعلم، حاليا ما عندي ما أشقه مهر، لا حاليا ما عندي بيتي، عندي الناضح. الناضح هو عبارة عن الجمل الذي يشقى عليه البستان، وعندي الشير وعندي الدرع، أتات بيتي البسيط هذا. قال له اذهب، الناضح تحتاج للبستان والدرع تحتاج، الشير تحتاج تذب به أعداء الله، لكن الدرع انت في غنى عنه، زوجتك ابنتي فاطمة بالدرع. ذهب أمير المؤمنين باع الدرع 480 درهم هجرية، هذا المبلغ اللي جابه يحمله بيديه. بتأمل لي شوي، شوف الصورة اللي ذكرت لك بعض الصور من الجهاز اللي كان يشاق، وخلي نشوف هذا الجهاز حقق من سعادة. 480 درهم أخذها رسول الله صلى الله عليه وآله، لما يقول جبت له الدراهم سكبتها بحجره، لا هو سألني عن عددها ولا أنا أخبرته بالعدد. قبض قبضة بكلتا يديه، قال لأبي بكر ولجماعة من الصحابة ولعمار اذهبوا اشتروا لابنتي ثياب وأثاث البيت وما يصلحها. قبض هذه القبضات وأعطاهم إياها، واستدعى جماعة آخرين. قال استدعى بلال، قال يا بلال، قال بلى يا رسول الله. قبض له قبض بيد واحدة، قال ابتع بها لابنتي طيبة، اشتري لها طيب، كان يحب الطيب ويريده لأهله. وأقبل إليها يقول دخلت إلى السوق اشتريت لها طيب، قالت لي أنا في غنى، أنا عندي نوع من الطيب، هذا في البيت كان يهبط علينا جبرائيل، ومن يطلع أكو بقايا من جغب جناحه أنا محتفظ بها أشم طيبها. قالها رسول الله أمرني بذلك. وش اشتروا لها؟ الأثاث اللي ذكروا المؤرخين
اشتروا لها شرير مجمل بشرائط النخل، مخضب من نحاش، قعب للبن، كوج للماء، أربع أدم وشائد من أدم الطائف حشوها من الأذخر، فراشين حشوهما من الليف ومن الأذخر، مجموعة من الأواني الخزفية. وأقبلوا يحمل أجداد الصحابة يحملون هذا الأثاث، طرحوه أمام رسول الله. فطل عليه رسول الله، مر بأنامله عليه، رفع رأسه إلى السماء، قال: اللهم بارك لقوم جل إنائهم الخزف، اللهم بارك لقوم جل إنائهم الخزف. ثم خرج الصحابة من النبي، وخرج علي بن أبي طالب، ومر على القضية أكثر من شهر. رسول الله جالس بالبيت، دخلت عليه أم سلمة، قالت: يا رسول الله روحي فداك، لماذا لا تبعث لعلي بأهله؟ ليش ما تعجل بزواج علي بن أبي طالب؟ قالها: لماذا لم يطلب هو منا ذلك؟ ليش هو ما يطلب هذا؟ قالت: يا رسول الله الحياء يمنعه الحياء. قال: زين، أنت متهيئة؟ ممكن تهيئي لي حجرة؟ قالت: بلى. قال: هيئي لي حجرتك أنت، خلي حتى يكون بها زفافة ودخولة بحجرتك. ثم دعا عليا عليه السلام، قال: جيبوا لي. أقبل، قال: يا علي، قد عزمنا على إرسال أهلك إليك، اصنع لأهلك وليمة، علينا اللحم والخبز وعليك التمر والشام. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: اشترى لنا رسول الله كبشا سمينا وصاع من الطعام وأرسله إلينا، وأنا اشتريت تمر وشام وضعته بين يدي النبي، حشر النبي عن ذراعه هو بنفسه، أخذ يشدق التمر بالشام إلى أن اتخذ منه الشيدقي كما هو معروف في الأعراج، صنع من ذلك الحلوى، وأمرني بأن أطبخ اللحم، وقال لي إذا نضجت، قال لهم خلي يطبخون، وإذا نضج هذا الطعام استدعيني. يقول: نضج الطعام، استدعينا النبي صلى الله عليه وآله، مد يده الكريمة بالقدر وبالتنور، ثم قال: يا علي اخرج، ادعو الى وليمتك من احببت، اللي تحب صيح له. يقول امير المؤمنين: جيت الى المسجد، وقفت على باب المسجد، شفت المسجد يغص بالنار، ما حبيت ان اميز جماعه دون جماعه، انا اعرف عندنا كل اللي عندنا ذبيحه، وعندنا صاع من الطعام وشيء من التمر والشام. تالي يقول امتثالا لامر النبي لما قال لي ادعو من احببت، يقول: وقفت على مرتفع، صحت من أحب منكم أن يأكل من وليمة فاطمة بنت رسول الله فليفعل. يقول: فأقبل الناس إرسالا من كل جانب، نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وآله ووجهي يلتمع، قال: يا علي لا تخف، سأدعو الله بالبركة. ثم قال: أدخل علي عشر عشر وعشرين عشرين. يقول: قمنا ندخل عليه عشر عشر، يأكلون ويصدرون شباعا، وأمر بعش من لبن وضع ويشربون، يخرجون وقد امتلأوا، إلى أن أكل ذلك الجمع بأجمعه من الطعام. ثم جلس النبي، أمر بأواني وضعت، قال: ابعثوا لآل فلان، أي وزع على بيوت الأنصار، على بيوت المهاجرين، ارسلوا لآل فلان، ابعثوا لآل فلان. يقول في آخرها: أمر بآنية صغيرة أحضرت، وضع فيها شيئا من اللحم والخبز، ثم قال: هذه لأخي وابن عمي وابنتي فاطمة. تقول أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، تزوجه ابنتك وتسميه أخا لك؟ قال: بلى يا أم سلمة، إنه والله أخي بالدنيا والآخرة، إنه والله أخي بالدنيا والآخرة. تقول: حتى إذا طفلت الشمس للغروب وتمت صلاة القوم وفرغوا، استدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ادعي لي عليا.
تقول دعوت له عليا، قال هاتي فاطمة، تقول أقبلت بها وهي تعثر بأطراف ثوبها حياء وخفارة، لما قربت من أبيها شقطت، فهب إليها رسول الله أمسكها من منكبيها، قال بني أقالك الله العثرة في الدنيا والآخرة، بني أقالك الله العثرة في الدنيا والآخرة، ثم استدناها إليه، قال يا أم سلمة علي بماء، تقول أحضرت له إناء فيه ماء، شرب شيئا من الماء وبض الباقي بالأناء، نضح شيئا من الماء بين صدر فاطمة ونحرها، وشيئا من الماء بين صدر علي ونحره، ثم استدنى علي، أمسك يده، أخذ يد فاطمة، أخذ يد فاطمة وضعها بيده، قال يا علي هذه وديعتي عنك، يا علي هذه وديعتي عندك، هي بس عند علي وديعة، وديعة عند المسلمين كافة، لكن هل أحسنوا جوارها؟ هل احتفظوا بهذه الوديعة بنفس التي لهم أعز جوارا ولا تركوها تشتجر بدمها، رأوها تقضي ليلها ونهارها بكاء على الهادي، فجدوا بمنعها ومذ ألفت ظل الأراك، لم تكون تطيب نفوس القوم إلا بمنعها، إذا كان قصد القوم بيعة بعلها فما كان يحدوم ولا كسر ظلعها. من ضرب العصا ما ضرب حال لها ولا ضرب حال، لما مات تجب غصتها تأتي تأتي لتقبع على قبر أبيها لتتناول رملا من القبر تشم ودموعها جارية، صبت علي مصائب لو أنها، صبت علي ليام تسمع صرختي وبكايا. يقول الإمام ما رؤيت ضاحكة بعد وفاة أبيها، تجلس في قعر البيت تندب أباها إلى أن يجنها الليل، تخرج إلى البقيع تجلس ببيت الأحزان ومعها حسن وحسين، إلى أن دنت منها منيتها، استدعت عليا قالت إن في صدري وصايا تختلف، أحب أن تسمع، قال بلى، أوصته بوصاياها، لا تكشف عني إذا غسلتني إني طاهرة مطهرة، اخرجني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات، عليك بعدي بابنة أختي يا ماما،
اجعل لها يوم وليلة وللحسنان يوما وليلة. استنفذت وصاياها إلى أن فرغت قالت سجني إلى القبلة سجيا أمير المؤمنين إلى القبلة. وانحنى عليها إلى أن فاضت روحها الطاهرة أقام بتنفيذ وصاياها واحدة واحدة. ما أخرج النعش إلا بعد أن تناصف الليل. أرجع المشيعين بقي وحده على القبر جلس على شفير القبر. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا أم يرد جوابي. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا. أنسيت بعدي خلة اخواني شوي نتوجه الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا ربي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والتسع من ذراريها ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا بجاههم. اقض حوائجنا. من على مرضانا بالعافية. لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.